السلام عليكم مشاهدينا الكرام ببرنامجنا برنامج اصداء الشارع لنقل الواقع الموجود بالشارع العراقي. ببرنامج يعني ما اتمنى قضيه وحق الرد مكفول من الجهه الاخرى، لكن انه انقل الواقع مثل ما هو، انه اليوم بكل وزاره وبكل دائره اكو فساد، لكن شلون حنقضي على هذا الفساد؟ باي طريقه؟ اليوم شباب بنات مظلومين بأحد الكليات اللي موجودة ببغداد، ما أريد أقول اسمها حتى ما أروج لها، وما يستاهلون الواحد يروج لهم أصلا ويسوق لهم زين، لكن أنت من تظلم هذا العدد 300 طالب أو 1000 طالب أو 500 طالب هيك عدد، هات تنحاسبون عليه أنتو وتحاسبون عليه. الطالب من ديجي اليوم بفلوسه طب هالكلية الأهلية، لكن مع الاسف الشديد صار العراق مالتنا عباره عن كليات اهليه، والكليات الحكوميه انهملت وانتركت وراحت. الكليات الاهليه بهذاك الوقت من كان يعرف كليه اهليه؟ من كان يروح كليه اهليه؟ كلها كليات حكوميه. وتخرجوا المهندسين والدكاتره والضباط والطيارين والى اخره. هسه الكليات الاهليه عباره عن فلوس. حبيبي انا جايك بفلوسي. بس انت تحاربني؟ لا. اليوم القضية حنسمعها من هاي المظاهرة من الشباب، الشباب هنا اللي موجودين متأذين وعدهم ظلم، وردي يوصلون ظلمهم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما لها دخل بأي شيء، قاعدين على كراسي فقط. روحوا شوفوا الجامعات الأهل الحكومية ايش تسوي، عمروها، ألغوا الكليات الأهلية، المدارس الأهلية، اتجهوا شويه، خلوا رجلكم بالقاع وخافوا الله، خلوا رجلكم بالقاع وخافوا الله واتجهوا شويه عمروا. السلام عليكم. السلام. شنو المشكله اللي قاعد تعانون من عندها؟ ما بدك تقول اسمها، هي اسمها واضح حيانها. احنا حرامات نروج لهم. احنا طلاب عددنا 3000 طالب. زين. من جميع الاقسام، ومن قبلنا اقسام طبيه، وموجودين بامتحانات وزاريه، والامتحانات الوزاريه الغوها علينا، وفقط الطلاب القبول المركزي توافق عليهم وامتحنوا. ندخل للقاعة قالوا موجودين لجنة امتحانية يمنع دخولكم. اللجنة الامتحانية هل يا ترى تدرب هاي الأعداد كلها ما موجودة اسمها خارج المنظومة الإلكترونية، ما موجودة بالوزارة؟ زين، هذا التسويف ومستقبلنا والاستهانة به من قبل يا ترى مين؟ من الوزارة، من الكلية، من يا جهة اللي قاعد تستهان بهاي الأعداد كلها مال الطلاب؟ وأغلبيتنا يعني ما احنا 3000 طالب كلها هاي محافظات جايه ومصاريف جايه تدفعها هنا، هل يا ترى الجامعه والوزاره راح تعوضنا على هاي المصاريفنا؟ الثلاث سنين اللي راحت من حياتك هاي راح تعوضك عنها؟ الشهاده شلون راح تاخذها؟ زين، كان استعين مركزي، انا مجموعه طبيه، عندي امتحانات وزاريه يوم بعد 56 يوم. زين. نتفاجئ ما لي كود ولا لي اسم بالوزاره. شنو الموقف تجاه الكليه انا؟ زين، اذا ظاهرت بالكليه يقول لك الظاهر تعال عادي. الوزاره ما جاي تحل لنا الشغل. اجي للوزاره يقول لي بويل الكليه ما قاعد تقدم لنا كتب. كنت سلام اللي على السريع. اللي على السريع مال الدوره. يعني انا متفاجئ هسه، يعني هل يا ترى يعني رئيس الوزراء ما عنده معرفه بهذا الشيء؟ وزير التعليم ما عنده، ما وصل له الخبر؟ يعني معقوله هيش كليات مفتوحه داخل العراق وداخل بغداد وخصيصا العاصمه؟ يعني ما وصلته هيش فكره ان هاي الكليه تقبل هاي الاعداد الهائله من الطلاب وكلها اسمائها خارج المنظومه الالكترونيه؟ ولا امتحانات وزارية، الشهادة أغلب الطلاب ما مستلمينها، يعني مستقبلنا مجهول. مستقبل كطالب اليوم ما أعرف وين أنا، وين صافي؟ أنام اليوم مهموم، أقعد مهموم، أفطر على كلية السلام أنا، أخبار كلية السلام تجيني أول بأول. يعني ليش؟ شنو ذنبي أنا؟ ذنبي شي قعدت بالعراق؟ فهمني يا رئيس الوزراء، فهمني وزير التعليم، فهمني يا أخي، فهمني. أنا اليوم ابنك، اعتبرني متسول بالشارع يا اخي. ما وصلنا لمرحله، ما ادري يعني شو اسولف لك. ظليت احسد المجنون انا، المجنون ظليت احسده. بس فهمني، وصل لي فكره، قل لي ابوي العراق مو الك، طلعني طلعني يا اخي طلعني. كلكم هنا اقسام داخليه ومحافظات؟ اقسام داخليه، انا احكي وياك من الناصريه. صار لي شهرين ما نازل لاهلي. شنو السبب ما نازل؟ اجي مظاهرات يا بليش، انا طالب من حقي اجي ادرس، اداوم، اتونس، اطلع ويا جماعتي، ليش اجي الظاهر؟ على شنو الظاهر؟ على مود مستقبلي؟ يعني المستقبل يجي وياخذ الا بالمظاهرات؟
يعني هاي سياستكم انت ويا وزاره التعليم، يعني اللجان ما جاي تطلع الكليه السلام، ما جاي تحط هاي الكليات الحد والفساد مالتها، فهمني. هسه حتى ما الحكي جاي يخوني. بما انتم ثلاث ارباعكم انتم صايمين هنا، او اكثريتكم انتم صايمين هنا وجايين، بعض عندكم محافظات وبعض عندكم بغداد. هذا الموضوع صار له شقد تقريبا؟ هذا الموضوع من بدايه المرحله الاولى، بس احنا كطلاب ما ندري به. كطالب اليوم انا اجي اقدم للكليه مكيف، متخرج من السادس. زين. فرحان. اجي ابشر اهلي بوين قبلت مجموعه طبيه انا، معدلي كذا. اجيت للسلام. قبلوني حسب الاصول، رحت بشرت اهلي. اجيت تفاجئ. اعطيت اقساط. اعطيت اقساط، وهو قاعد يقول لك تجي تدفع لي اقساط، ويا اخي ينزل لك تخفيض يقول لك ادفع لي اقساط كامله. حتى اطيح لك كذا مبلغ. انا اجيت ادي اعطي الاقساط كامله. تفاجئت بالمرحله الثانيه ما لقيت اسم بالوزاره. لا لي النظام، اجي لو الكودات هنا موجودين بالوزاره معروفين هم. التعليم العالي. الاسماء بالتعليم العالي. اجي له يقول لي اي اسم ما واصلني من كليه السلام. اي ليش؟ هذا استهزاء بينا. يعني احنا مجموعه طلاب التعليم العالي ما ادري محسوبين عليهم ما محسوبين. الجامعات الاهليه شنو شغلها؟ شنو الوزير ياخذ بحقها اجراءات؟ ما جاي افتهمها يا اخي. فهموني، قل لي بويا انت مو طالب، خلينا اطلع اروح اشتغل اشوف حالي. وصل لي ايش فكره؟ قل لي انت مو طالب، دراستك راحت، هاي السنين خسرتها كلها 16 سنه، ذبها بالزباله، انت وناس جهله، اطلع متمدد بالشارع يا اخي، قاعد قل لي روح اتسول. جاي تقول لي روح ذل روحك. هاي الشريحه مال المتعلمين كلها 3000 طالب. 3000 طالب هذا العدد كله. ومن عندنا المهندس، ومن عندنا الدكتور، ومن عندنا الاعلامي، وكلها هاي موجودين. الشريحه هاي كلها ما صعدها اسمها لوزاره التعليم. شنو السبب؟ الاستهانه بينا من قبل الوزاره ولا من قبل الكليه؟ تمام، خل اخذ باقي. طبعا مشاهدينا الكرام، احنا اللي قاعد نشوفه هذا العدد الموجود من الطلاب اللي هم لهم حق بهذا الموضوع، لكن هم دفعوا الاقساط وتفاجئوا انه شنو القرار اللي صار. زين هسه الموضوع يم اداره او العماده بكليه السلام، لو بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. زين اليوم نتمنى من اي جهه، وحق الرد مكفول، انه من وزاره التعليم العالي اذا كان مدير الاعلام مالتهم او مدير المكتب مالتهم ينزل يشوف شنو حل هاي القضيه. هاي القضيه لها حلول. السلام عليكم. شلون؟ وعليكم السلام. انت من النجف. من النجف. نعم. هم اقسام داخليه؟ اي هم اقسام داخليه. بكليه السلام. بكليه السلام احنا عددنا 3000 طالب. تفاجئنا بعدم وصول اسمائنا للوزاره ضمن المنظومه الالكترونيه. فصار لنا تقريبا هاي 3 سنوات احنا نطالب بحقنا، لا وزاره تحل موضوعنا ولا جامعه تحل موضوعنا. اي فما نعرف نوصل للوزاره، يقولوا لنا حاليا من الجامعه، الجامعه تقول حاليا من الوزاره. واحد يشمرها على الله. واحد يشمرها. وين ضاعت البنات؟ الضحيه الطلبه. اي فما نعرف هسه احنا نريد حل يعني بهذا الموضوع. يعني احنا مجموعه طبيه، اكو اقسام هندسه، واكو احنا تعييننا مركزي. زين. زين اني اذا تعيني يروح علي، انا شنو استفاد من هاي شهادتي من هاي دراستي؟ انا ليش اجيت من محافظات؟ ليش قاعد السكن هنا؟ هذا مو كله تعب، مو كله مصاريف، اهم شيء عندهم قسط. ادفع قسط، اذا دفعت قسط تمشي. زين هسه احنا اوكي ندفع قسط. زين. اريد حقي، بما انهم هم يطالبون بحقهم كقسط، انا هم اطالب بحقي كتعيين او كاسم وزاره يوصل. انا ذاك الامتحان التجريبي انطردت من عنده. ليش انطردت من عنده؟ ما عندي كود، اسمي ما واصل للوزاره. زين. اي زين انا بهاي الحاله، انا بالفاينل شلون موضوعي؟ اذا انا ما امتحنت وزاري، انا اعتبر طالبه راسبه. يعني احنا طلبه 3000 طالب، يعني احنا شنو مصيرنا؟ غير نعرف شنو مصيرنا، احنا نريد حل. احنا يا اما الكليه تشوف لنا حل، يا اما المظاهره الاولى هتطلعون بيها؟ لا يا مظاهره. اكثر من مظاهره؟ اي اكثر من مظاهره. كم مظاهره طلعتوا؟ تقريبا بالاربع مظاهرات او ثلاث. وما بهاي المظاهرات اللي طلعتوا بيها؟ لا جامعه تحل ولا وزاره تحل. ابو الجامعه شو يقول؟ يقولون اصبروا. زين احنا لحد لوين نصبر؟ ابو الجامعه يقول اصبروا؟ اي اصبروا. يعني هم عماده. هم عماده. بس ينطون مواعيد. زين اوكي، هم عماده، على اي اساس يقولون صبروا؟ غير لازم اكو حل، غير يراجعون لمستقبلكم؟ لو بس مجرد ياخذون فلوس. الوزاره يقولون الجامعه ما جايه تتعاون ويانا.
الوزارة. الوزارة اي نعم. الجامعة ما قاعدة تتعاون. ما قاعدة تتعاون ويانا. بس قسط انطيني. انطيني قسط. زين انا انطيك قسط انا وين حقي؟ حقي وين؟ قر اريد حقي؟ زين انتم مسؤولين على هذا الكلام. نعم اكيد. لان حق رد مكفول، يعني ابو الجامعة يقول لكم اصب ورحنا نمشي بالمعاملات. ست سنوات انا صار لي صابرة. تمام. وابو من الامتحان التجريبي. وبالتعليم العالي يقول لك الجامعة ما قاعدة تتعاون. زين ما تتعاون شنو؟ بفلوس؟ يريدون فلوس؟ لا اسمع ما جاي يصعدوها للوزارة. زين ليش ما يصعدوها؟ انتم مطين اقساط صح ولا لا؟ اي مطين اكيد. كلكم مطين اقساط؟ اي اكيد مطين. بعد ليش؟ ثلاث سنوات هاي احنا جاي ننطي قسط حسب الاصول وما اعرف يعني احنا نريد هسه حل، احنا نريد يا اما الوزارة تحل لنا موضوعنا يا اما الجامعة. منو مالتكم؟ عبد السلام الدياوي. عبد السلام؟ الدياوي. عميد الكلية. هو الكلام كان من عنده؟ لا من المعاون العلمي علي راسم. يعني المهم هم اكيد العميد والمعاون مثلاتهم واحد. نعم اكيد. حلو حلو. لا زين السلام عليكم. سلام. شلون صحة؟ الله يخليك. هذا الكلام اللي قالته الاخ صحيح يعني. اي نعم نعم. انه العماده ما متعاونين والوزاره تقول لك انه المفروض الكليه تجي ما قاعد تراجع صح؟ اي نعم نعم. هي صار ايش هذا الموضوع؟ موضوع والله هي يعني صراحه تقريبا من السنه الاولى وهسه مرحله ثالثه. زين. لحد الان اي تحرك اي يعني يعني ما طلعوا لنا بنتيجه نهائيا. زين. ولذلك يعني هسه شوف الطلاب كلها دا تجي خطيه والحمد لله اليوم حظينا بيكم حتى يوصل ان شاء الله صوتنا للجهات المعنيه. ويصير له حل على هذا الموضوع. زين. مثل ما تفضل الاخ والاخت هنا هو يعني الكلام كلها نفس اللي دا يدور. يا اختصاص. انا اهلي يدومون مرحله ثالثه. اهلي. ايه. مرحبا. شلون صحة؟ شو اخبارك؟ من وين انت؟ انا من بغداد. من بغداد؟ ايه. زين. شو احنا اللي صار وياكم؟ نفس الموضوع يوم يعيدوا انتظروا اصبروا صارت ثلاث سنين احنا ما نعرف الموضوع كطلاب ما ندري ولا ندري شنو السالفه ندفع اقساطنا كامله نداوم حالنا حال البقيه من اجينا نزلت الوزاره كود بس نزلت رابط بس الكليات السلام انه اسماءكم ما موجوده من دخلنا ماكو بيانات ماكو بيانات انه يعني مو عدد قليل لا 3000 طالب من كل الاقسام وهم يقولون سالفة معدلات، أنا أول وحدة معدلي فوق المقبول أصلاً 85، يعني شلون سالفة معدلات؟ فإحنا مجموعة طبية ورانا تعيين مركزي، ومن هاي إحنا بعد نريد حقنا. يعني إحنا دافعين أقساط كاملة، نظام ماشي طبيعي، من نجي الأقساط مالتكم؟ إحنا كمجموعة طبية تحليلات 2.5، أكو تخدير 3، يعني تختلف من قسم لقسم. دافعين مستحقات كاملة، من تجي للكود قالوا ما لكم كود التجريبي طردونا منه يابا ماكو بس 50 طالب امتحنوا تجريبي التحليلات من 250 طالب وانت تخيل العدد يعني قالوا لا تمتحنون تجريبي التجريبي هو اهلنا ندخل الوزاره يعني احنا راسبين السنه بسبب الوزاره واحنا مرحله ثالثه 3000 واحد راسبين 3000 واحد راح يرسبون اللي عندهم كودات وزاريه راح يرسبون لان ماكو الوزاره عندهم لو اللي ما عندهم لا اللي ما عندهم اللي ما عندهم اي اي اللي ما عندهم كودات راح يرسبون وهم عددهم 3000 طالب من كل الاقسام هو هسه حاليا الاقسام اغلبها وزاريه وكلامك نفس الكلام الاخت انه اليوم التعليم العالي يقول لك انه ما حد قاعد يراجعنا من الكليه لا المراجعات مستمره بس ما نعرف يقولوا صبروا 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 بس انا صبروا جامعه الكليه جامعه الكليه والوزاره الوزاره نزلت رابط وضح وصريح قالت انه هذا بس الكليه السلام من دخلنا على البيانات اغلبنا ما موجوده يعني صوت وين يعني اكيد بالكليه لان الوزاره منزله رابط يعني صوت بكلياتكم اي ومو الموضوع مو جديد واحنا ما ندري كطلاب الطلاب كلها ما تعرف الموضوع يعني هاي احنا هاي قبل كم شهر عرفنا من نزلت الرابط انت بغداد اي بغداد انت تكون بغداد ولا محافظات بغداد تعال لا ما طيب خذني انا السلام عليكم عليكم السلام استاذ خطاب استاذ خطاب انا جاي احكيك احد الممثلين عن عن مظاهرات كليه اسماء السلام صار لنا 3 سنوات اكتشفنا بالوزاره انه اسامينا ماكو اي طالب حاليا اي طالب كليه اهليه او حكوميه من يدخل كلية اسمه لازم يصعد التعليم العالي حتى من يتخرج ياخذ وثيقة تمام احنا كل الاقسام من مرحلة المراحل الثانية والثالثة ورابعة شيكنا سامينا بالوزارة عددنا 3000 طالب اسامينا ماكو زين نسأل الوزارة يا شو اسامينا ماكو انتو خارج الضوابط ليش خارج الضوابط؟ خارج الضوابط بوقت الكلية فتحت بوقت خاصة بوقت كورونا فتحت لو قامت تقبل الطالب الجو المعدل بدرجة الطالب اللي اختصاص مناظر مثلا يعني
ما ينقبل تحليلات لنا مكمل صناعه، لا قبلت تقامل كل شيء تقبل. الطالب ايش مدري جاي يسال الطالب من يقدم، يقول لهم يا بتقبلون، يقولوا اي نقبل، خاف اكو اعتراض، لا هاي شغله. الشغله الثانيه قبول مباشر، احنا ما قدمنا، اعطانا اوراقنا الكليه قالوا حنقدم لكم الكتروني، وراها تفاجئنا الكليه مقدمه ورقي مو الكتروني، وزاره التعليم تقول هذا الشيء ما نقبل به احنا. شيء مو اصولي. اذا انا كطالب انا ايش مدريني غير وزاره التعليم جهه رقابيه على كل الكليات اللي بالعراق؟ افتهمت الموضوع من الكليه، رحت للوزاره احكي للوزاره، الوزاره يقول لي القانون لا يحمي المغفلين. حشاكم تمام. زين احنا كنا ناس متعلمين، اجى شاك موظف اداوم مسائي، واغلب الناس موظفين، ضباط، اعلاميين، كل الاقسام عندنا. احنا شنو ذنبنا؟ على نواب تحركنا، متحركين انا جهتشك متحرك على 28 نائب. لا تذكر لي اسم اي نائب. لا لا، متحركين على 28 نائب احنا. يعني سووا اللي عليهم، جاسون مناشداتنا لوزاره التعليم، ماكو اي شيء ما جاي يتحرك. وصلت؟ جاي توصل الوزاره، بس ماكو، هو بالوزاره كل شيء ما جاي يتحرك، احنا ما نذب لهم على الكليه. الوزاره مقصره من السماء للقاع، هي المسبب الاساسي. اذا الوزاره مثل ما قالوا الاخت هنا قالت والاخت هنا قالت، تقول لك الوزارة انه انا اليوم كليتكم ما قاعد تجي، ما قاعد تراجع. استاذي هذا تسويف ومماطلة، احنا حاليا ما جاي نعرف من الصدق من الكذب، الكلية مقصرة، الوزارة مقصرة، ابو الوزارة يقول انا مالي دخل بيكم، روح رتبوا وضعكم. زين بس هسه الاخت قالت اكو رابط نزل. رابط هذا الرابط ليش مال الكلية اجت عليهم؟ ليش ما قالتوا؟ استاذي خليني اشرح لك الموضوع، احنا شلون عرفنا سامينا ما موجودة؟ زين احنا عرفنا بالصدفة، رحنا للوزارة نشيك اسمي اشوفه موجود ما موجود بالرابط الوزاري. رحت شيكي ثاني، احكي لك مرحله ثالثه حاسبات. زين. بس الدفعه ما تعددهم 800 طالب، 500 طالب منهم اساميهم ماكو، بس مرحله ثالثه. فقام الطلاب تروح، نزلت بجروبات نحن بالكليه، تعرف الكليات جروبات، نزلت الطلاب كلها قامت تجي الوزاره، الوزاره ضاجوا من العدد، نزلوا رابط الكتروني حتى تعرف اسمك موجود او ما موجود. قام الطالب وهو بالبيت يدخل على الرابط يشيك اسمه، فهاي الطلاب كلها اللي عددهم 3000 او اكثر شويه دقوا اسمهم بالرابط، الرابط ماكو. هسه احنا حل ما عندنا، طايفين احنا على هذا الوضع، نتخرج الطالب يعني حتى نوضح للعالم، اسمي ماكو بالوزاره، معناها انه انا اتخرج وثيقه ما عندي، حالي حال ما مكمل كليه. زين هذا الحكي، لا وزاره جايه تنصفنا ولا كليه جايه تنصفنا، احنا حاليا حالنا حال المشردين. هذا كل الموضوع. تمام. انا اليوم مشاهدينا الكرام، انا اليوم اللي دا انقله كلام الطلاب اللي قاعد يعطي مليونين، واللي قاعد يعطي ثلاثة، واللي قاعد يعطي أربعة، إنه اليوم هذول 3000 طالب مجهولين بالكلية، مدى يعرفون شنو مصيرهم. راحوا للوزارة، الوزارة يقول لك الكلية ما تتعاون ويانا، ما تتعاون ويانا من يا ناحية؟ فلوس تريدون؟ لو شنو؟ طريقة التعاون يا هي؟ وضحوا للطلاب، هسه أي ممثل هنا يروح للوزارة وضحوا لهم اكو مكتب اعلامي، اكو اداره، اكو قانونيه فوق، وضحوا يا بشد الموضوع. يا اما الكليه لها دور بهذا الموضوع والتغليس، يا اما الوزاره، وهذا كلام الطلبه وحق الرد مكفول من قبل الوزاره وقبل الكليه، حق الرد مكفول. انه اليوم المفروض كليه السلام اللي قاعد يداومون بها هذول الطلاب وصار لهم 3 سنين يدفعون اقساط اللي قاعد يتداين، واللي قاعد يشتغل عماله، واللي قاعد يشتغل بسوبر ماركت، واللي عنده بسطيه والى اخره. زين والشغل مو عيب، يلموها فلس فلس حتى في سبيل يروح يداوم كليه، حتى في سبيل يتخرج، حتى يا ربما بلكت الله يحصل له وظيفه، ولا وظائف ماكو بالعراق كلها بالواسطات. زين وكل من يدي دفتر ودفترين يلا يتعين، وابن عمي وابن خالي شنو مصيرهم هذول 3000 واحد؟ وإلى متى؟ أنا من أقول الكليات الأهلية هي سبب دمار العراق، الكليات الأهلية سبب دمار العراق والمستقبل والتعليم اللي عندنا بالعراق. عفنا الحكومة اتجهنا للأهلي، والله اتجهنا للأهلي عفناها، وهذا غلط، هذا غلط. فالمفروض هذا صوت الوزارة، وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، أنه يهتمون بالتعليم اللي عندنا والبنى التحتية اللي عندنا. ومع الأسف الشديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من بغداد. من بغداد؟ نعم. شنو الموضوع؟ أول شيء بسم الخلل. الله. بسم الله الرحمن. التعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا إجينا ودخلنا كطلبة لجامعة السلام على حسب قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ويرفع الله الذين
اوتوا العلم منكم درجات. هذا مصير اللي يريد يطلب العلم. احنا اليوم عددنا 3000 طالب واكثر من هذا العدد. كنا اجينا ودخلنا للجامعة اللي سبب انه نتخرج انه نلقى وظيفة، مثل ما تفضلت اذا كانت اصلا اكو وظائف، اكو من عندنا من المحافظات جاي، اكو من عندنا اللي يشتغل، اكو من عندنا الموظف، اكو من عندنا اللي يتداين. هذا واقع، واقع هذا. فالمماطلة وتسويف من قبل الكلية ومن قبل الوزارة مثل ما قالوا الأخوة ومثل ما قال الأخ ليث، نزل رابط طلاب أكثرهم تحققوا من عنده. أنا واحد من الطلاب اللي راجعت أكثر من مرة، راجع أنا طالب مرحلة ثلاثة تحليلات، راجعت أنا من المرحلة الثانية وانطردت أكثر من مرة. انطردت؟ أي نعم. انطردت من مين؟ انطردت من الكلية ومن الوزارة. ايش قد القصة مالتك بالكلية؟ أنا بالكلية 2.5. 2.5؟ نعم. ويطردك بالكلية؟ نعم. السبب فلوسك طاب؟ السبب انه انا جاي ألح على موضوع ربما هم ما يريدون يكشفوه، هم اكيد ما يريدون يكشفوه. طبعا. هذا وحدة. يعني شلون اوصف لك اياها؟ بحد ذاته ما يعرفون شنو اللي انت طردوك. طردوك شنو؟ لشنو طردوك؟ لين جاي اراجع، لين جاي اقول لهم انا اسمي ليش ما موجود؟ قاعد تراجع على حقك. نعم. صار لك 3 سنين. نعم. من السنة الثالثة عرفت هذا الموضوع ولا؟ نعم. من السنة الثانية؟ انا بالنسبة لي انا كطالب عرفته من السنة الثانية. زين. اكو طلاب عرفوه من السنة الثالثة. زين. بديت انا اشتغل عليه خلينا نقول فردي حتى اتاكد من هذه الامور. زين. ما لقيت الي اي قاعدة بيانات لا الكترونية ولا جواب الوزارة. زين. انا بهذه الحالة وين اروح؟ وين اطول؟ بتعرف مصيرك وين؟ ابد. وتدي تداوم ولا 3000 واحد؟ كنا جايين نداوم وعندنا امتحانات، انا البارحة عندي امتحان. زين انتوا قاعد تمتحنون؟ نعم. هسه انتوا هنا قاعد تمتحنون؟ نعم. وقاعد تداومون؟ نعم. وبالاخير وثيقة مالكم؟ نعم. زين على شنو قاعد تروحون تعطون اقساط؟ هذا اللي احنا نريد نعرفه. العميد مالتكم؟ العميد مالتنا انا شخصيا ما شايف، ما ملتقي به. رحت المعاون. المعاون شو يقول؟ بالضبط. المعاون اللي يقول انتم اعطونا فرصه، يقول بعد عندكم منا مثل ما قال اخ بعد 56 يوم للامتحانات تجيكم الكودات، وهذا الشيء احنا متاكدين من عنده ما يصير. واذا اجتي خلينا نفترض فرضا اجتي، فاني متاكد متاكد مليون بالميه انه هاي الكودات راح تجي مو اصليه ومو اصوليه وبيها اكثر من شك واكثر من عرضه. زين ليش هالكودات اذا جتكم تروحون بيها للوزاره وزاره التعليم تتاكدون انه هالكودات اصل يعني إذا ما ملعوب بيها لولا؟ واذا جت مثل ما قلت، لان انا مثل ما ماتي انا تفضلت الاخت بالضبط. زين يعني انت تقول ابو الوزاره شو يقول لك؟ ابو الوزاره يقول لك انا اسمي ما مرفوع من الكليه. يعني انتم مشكلتكم مو بالوزاره، انتم مشكلتكم بالكليه. انتم مبيوقين من الكليه. بالضبط. ابو الكليه شو يقول لك؟ يقول لك ابو الكليه يا باني حقك يمي تتخرج اجيب لك الوثيقه. اكو ناس انا اعرف حق المعرفه ما جايين هنا، اكو ناس متخرج وما مستلم وثيقه. حاججناه بهذا الشيء، حاججناه. يقول يابا انا ما دام سويت هذا اكو عقوبات. صحيح. واكو كليه. فهسه بصوره عامه الكليه شو تريد هي؟ رافعه قضيه على الوزاره منتظره تربح الكليه على مود الغرامه. ايه؟ تقل، من تقل تدفع الغرامه يلا يجي اسمها. هي بصوره عامه شنو يعني؟ امالات تنحل، تنحل المالات. لا ترى قلت هم شو يريدون؟ يريدون فلوس. يريدون فلوس، ما يريدون من الطالب. ليش؟ يعني الطالب بس انا حضرت يسكت، حضرت الاخ يسكت، اكو كم اخ يسكت، اكو ناس ما تسكت. يقول لك هذا حقي انا فوق ما دافع فلوس. هسه انا احد الطلاب جاي من البصره. يعني انا والله نعم نصك رحمه الله، يعني انا تارك البصره انا كله جاي من البغداد على مود اكمل دراسه وحصل شهاده بسبيل اتعين. تجي انا بدي حضره جنابك محترماتي لك، تجي حضره جناب الجامعه والله تبوقني؟ لا ماكو حد. انت مرحله انا ثالثه بصريات وتعيني مركزي على اساس على اساس والله العظيم. هسه انا وحضره جنابهم ماكو. يعني انا مثلا شنو وين اروح انا؟ سوينا طوشي خلي يطلع لي واحد من الكليه يقول يابا مثلا انت هاي ابد اروح. احنا شنو علاقه بين عماده كليه السلام العماده؟ ايه؟ ما سووا حل لكم؟ لا ما سووا. ما سووا اي شيء ولا سووا اي شيء. بس وعود. شنو يعني يوعدونك يابا؟ احنا نسوي احتجاجات داخل الكليه يجمعون بينا يابا يقعدون يابا احنا مشكلتنا هاي واحنا نتحمل الخطا ويشتردون بخدمتكم. وتجي انت تتخرج المرحله الرابعه وثيقتك تجي يابا فلان وفلان وفلان تخرجوا ما سلموا وثيقه يابا جيبها لي. جبنا لهم كم واحد طلعوا سووا فيهم يعني بكم كلمه صدقوا هم ذول الطلاب مع الاسف يعني الصادره. وهس احنا بقينا يعني بقينا مع انا خلي يطلع لي واحد يقول لي خلي يجي لي خلي يجي لي. ما يطلع وجهك تعال ما اطلع وجهك ما راح اطلع وجهك. تعال توقفين ما طلع وجهك. تعال يمي ما طلع وجهك. شلونك استاذ خطاب؟ حياك الله. انا ابن اخو باسم الشيخ ابن صديقك يعني هم الاعلامي على راسي ابو مستشار العام. حياك الله. بس ما نقصتك
العميد مال الكليه شو يقول لنا؟ يقول لنا تخرجوا وانا اعطيكم وثيقه، اجينا التعليم العالي وشؤون الطلبه. شو يقول؟ شو يقول لي؟ يقول لي انت غير طالب عندنا. هسه بس بدي اسال سؤال انا. اجب نفسي اقدم مباشر وجايب الوثيقه مالتي ومصدقه من التربيه ومستمسكاتي وصحه الصدور واقدمها لهم احسن لو على المنصه الالكترونيه احسن. منصه طبعا. ها؟ منصه. نقول على المنصه الالكترونيه لو انا اجب نفسي اقدم. تقدم انت بنفسك. او اكو منصه حسب اللي انت تريده. هسه هسه افضل حسب شروط الوزاره. حسب شروط الوزاره بس هسه احكي لك يعني الحكي الواقع الهاي. جايب نفسي اني الك، اني اسمي فلان ووثيقتي مصدقه تصديق ومن التربيه جبت له شغلات ومن الزكاه، اجيت قدمتي وانا مقبول مساء يعني ومعدلي مقبول زين، اجي لابو شؤون الطلبه شو يقول لك؟ فوق بالوزاره يقول له والله انت غير طالب من عنده، ايش ما مقدم على المنصه الالكترونيه؟ ما تعرف عميد الكليه ايش يقول لنا؟ يقول لنا تخرجوا وانا اعطيكم وثيقه، ايش تعطيني وثيقه؟ زين اوكي الوثيقه هاي الوثيقه اللي راح تعطيني اياها كلك صحه الصدور والصحه الصدور الصحه الصدور هسه ما ياكل ما ياكل بالدوام ما ياكل بالوزارات، اذا مو الوثيقه الباركود اذا مو الوثيقه باركود ورسميه ومصدقه من التعليم العالي وترجع الكليه وتاخذها منك يلا نمشي امورك. تجينا الوزاره يقول لك والله غير طالب عندنا، انت مقدم مباشر شو اسوي لك؟ نبشي جاوبني. قلت له قال لي يا مرحلتي، قلت له انا استاذ مرحله ثالثه، كان يقول لي روح اسحب القصد مالتك من الجامعه وشو له غير جامعه، قلت له انا مرحله ثالثه بعد شهر نصير مرحله رابعه يا حد خرج زين على وشك مهندس زين، يقول لي لا روح اسحب هاي القصد مالتك من الجامعه ها روح شوف له غير كليه. ابو الوزاره يحكي هيجي طبعا الوزير، الوزير شو يقول لك؟ يقول لك والله روح اطلع مظاهره سويها راي عام. الوزير يقول لك سويها راي عام؟ يسوي هيك تكتب هذا كلامك؟ هذا اللي وصلنا الحكي احنا الجروب مالتنا. انا ما بابا انا ما اريد اسمع وصلني انا الكلام الرد مكفول مرخصتك احنا استاذ خطاب مرخصتك احنا قلقين كلش وتعبانين حقكم والله مرخصتك انا مرحله ثالثه هسه بعد شهرين مرحله رابعه يعني باعتبار متخرج يعني هسه وزير التعليم وزير التعليم صار له سنتين ما يدري ملف من كليه السلام هيك هيك السالفه غير الشغله يمه شغله يمه لو مو يمه هسه لو يضيفنا لو يحولنا على غير جامعات زين لو يسد الجامعه حولنا على غير كليات حولنا على غير كليات انا لحد هسه لحد هاللحظه كلام الطلبه تعال هنا اخوي كلام الطلبه اللي قاعد اللي سنجدناه وسوسو شفناه انه حقوقهم مبيوقه من كليه السلام بس باقونا طبعا بس مو بس من الكليه خلق الكليه هسه حوضح انا سمع الكليه الوزاره انا اللي احكي وياك انا من سامره ها على راسي هاي مرحله ثانيه ادوم هنا قصد دافعين امتحانات نمتحن بس مجرد حبر على وقت غلط فش بس كلاوات يعني الوزاره من انطت رخصه للكليه غير اكو لجان التابع للكليه طبعا ها كما كليه هي وهميه اسم صار لها من 2005 كليه غير اكو وزاره تتابعها لو الوزاره نايمه لو هم متعاونين لو الوزاره متعاونين ويا الكليه ها لو الوزاره متعاونين ويا الكليه ها ويدرون هالفساد هذا ها لو ما يدرون ماكو هيك ماكو كليه تصير بهالعدد يعني تدري هسه احنا تعدادنا 23000 طالب بالكليه هم جامعه بغداد ما بها هالعدد هذا يعني ما يدرون حكيت حكايه حلوه انت حكيت حكايه حلوه قلت انت ايش قلت الكليه عليها جزء من الطمطم والوزاره هم على جزء الوزاره استاذ اسمعني الوزاره لا الوزاره مثل ما قالوا البنات هنا قالوا بعض من الشباب يقول لك طلعت لجان من الوزاره الى الكليه وراحت ونزلوا رابط الوزاره منزله رابط من خليني اكمل لك استاذ الله يخليك زين الكلية أنا امبارحة من دخلت طبيت على الكلية مالتكم وطبيت على الوزارة وطبيت شفت التفاصيل كلها، السبب الرئيسي بكليتكم وليس الوزارة، الوزارة منزلة رابط، الوزارة منزلة رابط من نزلة الكلية من نزلة الوزارة رابط من نزلة الوزارة رابط بكل دائرة بكل دائرة احنا نعرف اليوم يعني بيها قانونية بيها معاون بيها شؤون طلبة بيها قسم الإعلام زين انه اليوم هذول الطلبه من يروح هسه واحد من الطلبه يقول لك انا رحت راجعت العميد مالتنا ومعاون العميد طردني زين ليش تطرد الطالب انت اذا ماكو
سوابق او اكو امور انتو خافيها للطلاب. هذا حكي، هذا حكي الطلاب، ولكم حق الرد ببرنامج برنامج اصداء الشارع، لكم حق الرد بهذا الموضوع. هذول الطلاب من انظلموا كم مليار اخذتم من ذول الطلبه؟ يعني اللي اخذتوا عندهم 4 ملايين 3 ملايين ومليونين واقل واكثر. زين، هو قاعد يداوم 3 سنين من السنه الاولى الى السنه الثالثه زين والرابعه مثل ما قال الاخ انه مجهولين حاليا. يا اما تطلع لهم الوثيقه، والوثيقه اللي ترى بها صحه الصدور، ترى صحه الصدور بها باركود، زين بها كود وبها باركود، اذا تطلع مزوره هاي طامه كبرى عليكم، هاي طامه كبرى عليكم. زين، انا اليوم اناشد منانه بحق هذول الطلبه، بحق هذول كبار السن والشباب والبنات اللي موجوده، وهذول كلهم اخواني وانا اقف وياهم وانقل الواقع اللي موجود. يا اما تطلع الوزاره، وزاره التعليم وممثل، ولا هم وقفتهم المشكله الوزاره ما قاعد يشوفهم لان بيوت واقفين من الوزاره كان احسن لهم. زين، انه اليوم المفروض يطلع احد من الوزاره يشوف حال هذول الطلبه. يا اما من كليه السلام زين تاخذ هذول الطلبه الممثلين الطب حتى قدامهم يصير الحكي بالوزاره، حتى تعرفون راسهم من رجلهم. عمي ابو المثل يقول لك مثل ما سيدي حكي يقول لك بين حانه ومانه ضاعت لحيانه، فهم ضاعوا بين الطرفين. 4 سنين صار لك؟ نعم. وهسه يلا عرفت؟ لا صار لي سنه ثانيه نعرف هذا الموضوع. نورك بشيء. خلي يكمل استاذ. الوزاره من نزلت رابط ما نزلتهم من خير ابوهم. الطلاب قاموا يجون للوزاره باعداد هوايه، انا بالنسبه لي اربع مرات رايح للوزاره، اربع مرات رايح للوزاره. يلا نزلوا رابط. هسه نزلوا الرابط، قبل هاي ساي السنه نزلوا الرابط. وين كنتوا؟ وين كنتوا؟ صار لكم 4 سنوات وين كنتوا؟ ما راجعت الكليه، ما صارت الامتحانات، جت لجنه شافت الاعداد هاي مين هاي الاعداد؟ ها؟ هو هذا العراق الواقع مالنا. اكو موضوع هيجي؟ احنا ما حد قال لنا على الفلوس، ها؟ هذا هو واقع العراق. انت مو يعني هاي الهويه، هم صدروا لنا هاي الهويه، هاي الهويه مال كليه السلام. شلون صدروا لنا الهويه؟ شنو باب الشرجي احنا؟ ها؟ ما تقول لي اسمك والقسط مالتي 2.5، القسط مالي 2.5. شو انا جاي من سامر امتحان ب8 ابات هنا، هسه انا بايت بفندق يسبيل اجي هنا بساعه 8. من يصير امتحان بات بفندق 10 ايام اسبوع اسبوعين حتى نجي للكليه بالوقت المطلوب. والله يعني شلون الوزاره تظل نايمه؟ زين الوزاره ما تدري وصارت 1000 طالب اشتكى ليش ما اجت؟ اللي يقولون اجت لجان، وين ما شفنا لجان، ما شفنا لجان، بس مجرد يعني سوالف نسمع. والله يريد واحد يجي، يريد الوزير يجي. الدكاتره الاساتذه شو يقولون؟ شغلتكم هي الحل. لا تعال انت ضمن الكليه؟ انا ضمن الكليه. تعال نحب هالسوالف. تعال انا ما اريد وجهي يطلع. ليش؟ موظف؟ ما لا انا ما موظف. طلعونا يعني قل لي خلال اسبوع اذا ما جاء مالتك من الوزاره انت كلك لا تجي، اطلع قسم الشعب سونار. امتحانات وزاريه يقول اطلع انت من الامتحان. انا الدكتور الاستاذ يقول لك كلك اي بقسمنا يقول كلك ان اذا ما جت مالتكم خلال اسبوع انتم اطلعوا، ما انا ما استقبلك بالقاعه، اطلعكم من القاعه. يعني اذا الدكاتره مالتهم والاساتذه يقول لك الموضوع كلك، لعد الكليه هي من ساسه من بناها كلك. يقول لنا انت خلال اسبوع اذا ما جت اسماءكم حير بنفسك، انت دبر نفسك وانت اطلع، انتم كلك عندنا طلاب كلك. يعني خلال اسبوع انتم شوفوا الوزاره، انتم والوزاره. يعني وجدت اللجنه وامتحان التقويمي وطلعوا الامتحان التقويمي يقول انتم ما لكم اسماء يمنع. قسم اشعه؟ اشعه سونار. كم واحد بيكون اشعه سونار؟ 85 طالب. هسه اريد اشعه سونار من هنا كم واحد موجودين؟ اصلح لي بعد اشوف نفس الكلام حتى هذا شنو؟ هذا عقيل. وين عقيل؟ عقيل اشعه سونار؟ اشعه سونار. هذا الكلام صحيح؟ صحيح. شنو صار؟ احكي لي تعال. اللي صار انه الكليه بدايه التقديم قالت لك يابا تعال داوم. قلت لها يابا زين انا دون المعدل. قالوا لك مالك علاقه، تعال ادفع فلوس من قبلت بالوزاره فلوسك يرجع لك ونقطع بس فلوس استماره. هذا الحكي مو بس لي، هذا الحكي للكل. تمام، داومنا على حسب الاصول. طبعا هم يخابروك تعال داوم كذا وكذا، بعدين ورا سنتين تكتشف ان انت اصلا اسمك ما صاعد للوزاره وانت مو طالب قانوني وما ادري. يابا تروح عليهم يابا ليش؟
والله انتم دون المعدل، زين انتم مو قلتوا لي انت مقبول. هاي المشكله طبعا مو بس انا، هاي اكثر من 3000 طالب بدي احكي لك، وبغداد وبقيه المحافظات. زين انت طالب، هذا كله مو من عمره، مو مستقبله، مو فلوسه، مو شرط المعدل، وانما هي شغله بالضبط. هي مثل عملية نصب، ياخذ منك فلوس بس انت كل شيء ما تحصل منه، لا تعيين لا قبول لا اي شيء. انا من تحكي على هذا المعدل، انا من قدمت وبكتها، انا قدمت انه معدلي كان ادنى، بعد لي درجتين يلا يصير مقبول من ضمن الشروط، كان معدلي 56.5. من قلت لهم أنا عندي شهادة معهد فني كهرباء، قالوا لي جيب شهادة المعهد على التنظيفه بهذا. أنا ما يعني أحكي على الكلية، لا بالعكس، إنه وقفوني قالوا ما تنقبل هندسة إلا عندك شهادة أخرى. قلت لهم عندي المعهد، جبت شهادة المعهد صح صدورها وكملت أموري وجبتها لهم، ضافوا لي درجتين على المعدل وانقبلت بكلية السلام وبكتها وكملت والحمد لله. بس لكن الوثيقة هل هي يعطوني إياها؟ لا، اسمي ما واصل التعليم العالي. نعم مضحوك عليني تخدير، بس اعطوني مجال خلنا تخدير سادي يطلع المعاون كم كلمة، احنا علينا وما لكم غراض وروحوا. هاي المواضيع، هذا عميل مال شؤون الطلبة اللي استاد علي يضحك علينا بهاي الطريقتين. ثانيا يرجع العميد، العميد يقول قبل الفاينل احنا نجيب لكم القبول ان شاء الله، وهسه من سمعوا بينا بالمظاهرات راح نسوي مظاهرات. ايش قالوا لنا؟ لا صبرونا اسبوع، اعطونا مهله، شوف المهله، شوف المهله، اعطوني اسبوع. ليش؟ هال 4 سنين. نعم طلعتوا انتم بيها، قلتوا 4 سنين ما طلعنا هنا، طلعنا بباب الكليه سوينا مظاهرات. هاي من طلعتوا؟ نعم. صارت قضيه ريان، جبتي قنوات فضائيه؟ طلعوا وجانا، لا ما حد اجى، لا ماكو قناه، لا ما ماكو قناه، ماكو قناه شانل. ليش هالمره وصلتوا هالاعلام؟ احنا خلاص انظلمتوا، انظلمنا لانه انتهت المرحله، رحنا مرحله رابعه، احنا باقي لنا شهرين، يعني باقي لنا احنا المرحله الرابعه بالله الولد، باقي مرحله قدامهم وحده بعد، بس انا منتهي، انا باقي شهرين راح اقضي في الشارع، يعني بعد ما انا والشارع ما لي، وباكر عقب الولد اذا اليوم اليوم وياي باكر مو وياي، اصير مفرد ما اصير مجموعه. انت من اي محافظه؟ انا بغداد. بغداد؟ نعم. ايش قد قسطك؟ قسطان 2.25. تقطع اللقمه من عائلتك حتى كلهم منطيهين، باقي علي 750، باقي علي 750 ويوميا يضغطون علينا، ما تدخلون قاعة الامتحان، ما تدخلون امتحان تقويمي وزاري كذا الا تدفعون، ويوميا مرقنين قيودنا. القيد نزل البارحة، البارحة اي نعم، اللي ما يدفع الاقساط كامل ترقين قيد موجود. ترقين قيد ليش؟ على شنو؟ ليه ما دافع اقساط؟ ليه ما دافع اقساط؟ ما نكمل اقساط مثلا 75%. قول له انا اذا ادفع لك الاقساط، هسه انا اعطيتك الاقساط، لا انا فاهم انه تجيني وثيقة. شوف خليني اسولف لك سالفتنا، احنا التكييف وتدريب احنا قدمنا مباشر، زين وافقوا علينا ورا اسبوعين خابرونا، مرحلة أولى عبرناها، مرحلة ثانية عبرناها، وين صارت المشكلة؟ بالثالثة. بالثالثة ليش؟ قالوا الكودات ماكو وأسمانا ماكو، رحنا راجعنا للوزارة قالوا ماكو أسماء. قبل أسبوع تقريبا عندنا امتحان وزاري تقويمي من هاي السنة، صار المرحلة الثالثة والرابعة كلها تدري التكييف والتبريد. قالوا جت اللجنة نزت قوائم قبل الامتحان بيوم، اللي موجود اسمه بالوزارة إلى كود ويمتحن، اللي ما له اسمه ما له ما عنده كود ما يمتحن. اجينا احنا وقفنا بباب الاقسام، وقبل اسبوع هم ايش منطينا كودات، طبعا لغينا الامتحان، ما خلينا اي واحد يدخل القاعه الامتحانيه، واللجنه موجوده من الوزاره ما خليناهم يطلعون الا حد ما حكوا ويانا. قالوا شنو موضوعكم؟ قلنا لهم قبل اسبوع اجوا انطونا، ها قالوا اول مره قالوا يابا تعالوا امتحنوا كلكم، قلنا لا ما نمتحن. قالوا ليه؟ قلنا لهم احتمال اوراقنا تطلع، اللي موجود اسمه يبقى، اللي ما موجود اسمه تنذب الزباله. الله اي والله. قال قلنا له زين انت قبل اسبوع انطيتنا كودات، قال احنا منطين كودات، قلت له نعم هاي القوائم. اندار على المعاون مالتنا كان يقول له هاي كودات وهميه، قلت له على مود ياخذون فلوس. وصلت لهاي المرحله ولغينا الامتحان ولغينا. يعني اكو تزوير؟ نعم اكو تزوير. احنا جت قوائم وامتحنا امتحانين تجريبي عندنا كودات، من اجت اللجنه الرئيسيه والاصليه طلع ما عندنا كودات، وبيوم الامتحان واللجنه الموجوده ما عندنا كودات، واحنا هسه مرحله ثالثه. للعلم انا دافع قسط مقدما كامل.
صارت التوأمية والكليات انفضحوا هم لأن كودات ما راح. هذا القاعد يس اجى واحد من عندهم يمثل يحكي يعني حتى ينور لنا الموضوع. انتم الممثلين مالتكم ليش ما يروحون يطبون هسه الوزارة؟ هم يتحركون راحوا وراحوا يقولون المشكله بالكليه. المشكله بالكليه ما خلي احنا شنو ذنبنا؟ روح للكليه يقولوا مشكله. روح للعلم العالي خليه يجي خليه يعني من راحوا وش يقولون الوزاره؟ يقول مشكله بالكليه. رحنا ما بعد على الكليه ما يضحكون على الكليه. رحنا للكليه يقول تقول المشكله يقولون المشكله يعني ما يعرفون يعاقبون الكليه تقول المشكله بيننا وبين الوزاره احنا نحلها زين صار لهم يحلوها شو وقت يحلوها؟ احنا بعد شهرين نتخرج مرحله رابعه احنا هندسه حاسبات راح نتخرج زين قدمنا تقديم مباشر ودنداوم طلعنا لقمه اللقمه من نحلق جهالنا قصر وين نفسنا في سبيل نكمل دراسه زين توصل هسه تريد تتخرج تريد تتخرج واسمك ماكو بالوزاره؟ لا اسمك بالوزاره موجود لا اسمك بالكليه موجود توأمه بين الكليات هسه الكليات الهندسيه بيناتها توأم باقي الاقسام توأمه ماكو كودات زين هاي بعد اسبوعين احنا نمتحن كودات ماكو شلون راح نكملها يعني شلون راح نتخرج كودات ماكو نهايه اسمك ماكو بالوزاره يعني هاي صار راحت علي تمام خريج تحليلات قسم التحليلات مرحله رابعه زين تخرجت 2022 23 جيت بهالسنه بدي اسوي براءه ذمه تعلمي هذا متخرج طبعا اي بدي اسوي براءه ذمه شو يقولوا لك قال لي كملت من القسم جيت للتسجيل قال لي معدلك غير مطابق قلت له شنو يعني غير مطابق؟ انا بالحكي ما اعرف هذا. قال انت يعني ما مقبول عندي. قلت له شلون ما مقبول؟ شلون؟ قلت له قال لي ما مقبول عندنا. قلت له شلون ما مقبول وانا كملت اربع سنوات وخريج ودافع اقساط. يقول لي والله مشكلتك يم الوزاره، جيت هنا الوزاره قال مشكلتك يم الكليه. لا قال لي مشكلين لجنه التحقيق بالكليه. قلت له هاي اللجنه وش وقت تتنفذ؟ قال لي تقريبا سنه شهر شهرين. قلت له انا يوم 5/4 تنفتح استماره مال تعيين يعني مستقبلي راح يروح. يقول لي متعيين راح يروح من عندك من يوم حافظ انا بغداد. مشاهدينا الكرام قبل الختام حق الرد مكفول احنا ما نتمنى قضيه اليوم الطلبه نفسهم دي يقول لك كل كليه السلام ضحكه علينا بعميدها بمعاونها بإدارتها ضحكوا علينا هذا كلامهم. راحوا ممثلين للوزارة الممثلين قال لهم هسه موضوعكم كلية السلام زين اليوم اكو طالب تخرج اربع سنين درس وراه يقول لك المعدل مالتك ما مطابق زين هاي الاربع سنين كان شو يسوي؟ كان شو يسوي؟ هسه يلا فكرتوا شوف احنا اكو شغله احنا دائما نقول لا حياه لمن تنادي وحسبي الله ونعم الوكيل على كل من يؤذي احد. هذول مظلومين البيهم اشتغل عماله وقلتها والبيهم بمطعم والبيهم اللي عنده بسطيه والبيهم كاسب والبيهم يقطع اللقمه من بيته حتى يكمل دراسه حتى بكت يقول لك اتعين. زين هسه فرص تعيينات حتنفتح شنو مصيرهم؟ لا وثيقه لا تأييد زين فكلية السلام لكم حق الرد حقوق 3000 طالب برقبتكم 3000 طالب برقبتكم هذول حقوقهم ترجعوها لهم مشكلتكم انتم والوزاره طلبه ما لهم دخل من 2005 انتم هالكليه مفتوحه ولحد هاي اللحظه انا خطاب القصاب والمصور ايمن الخالدي واقول لكم في امان الله.